السلام عليكم اجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير. فكرة النهاردة هنعمل حامل المصحف ده مع بعض، وكمان فاصل الصفحات بطريقة سهلة جدا وخامات بسيطة موجودة عندي. وطبعا عملنا اشكال تانية من حامل المصحف زي المصحف، الشكل ده والشكل ده وكمان الشكل ده، وهسيب لكم طريقة كل شكل من دول في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. هحضر 4 قطع من الكرتون، العرض هيكون 38 سنتي والطول 24 سنتي، وهشتغل على الكرتون بالعرض كده. واول خطوة هعملها هلزق كل قطعتين كرتون مع بعض، ممكن الزقهم بالشمع او بالغيرة. لو الكرتون اللي هتستخدميه قوي زي اللي معايا كده هيبقى قطعتين كرتون، لو الكرتون اللي عندك ضعيف ممكن تستخدمي 3 قطع او 4، او لو متوفر عندك الكرتونة بتاعت نتيجة الحائط ممكن تستخدميه. كده لزقت كل قطعتين كرتون مع بعض، هعمل مقاس في نص الكرتون بالظبط وهبدأ ارسم تصميم الشكل اللي محتاجاه. وطبعا لو حابين اني انزل لكم باترون الرسمة في المنتدى اكتبولي في التعليقات. وبعد ما رسمت الرسمة هبدأ أفرغها كده وهتكون معايا بالشكل الجميل ده، وهعمل نفس التصميم ده على قطعة الكرتون التانية. بعد ما فرغت قطعتين الكرتون هبدأ اني افتح الكرتون من النص بالشكل ده، وطبعا هنحط الشكلين على بعض علشان المقاس يكون مظبوط. هعكس الشكلين وهدخلهم في بعض كده، وطبعا هلزق الكرتون في بعض يعني من فوق ومن الجناب ومن تحت علشان يكون متين معايا. وده شكله بعد ما ثبتت كل قطع الكرتون مع بعض، وطبعا بقى قوي ويتحمل وزن اي مصحف. هجيب شريطين من الكرتون زي ده كده وهلزقهم في القاعدة من تحت علشان يكون اكتر متانة. الخطوة اللي بعد كده الخامة اللي هزين بيها الشغل بتاعي، وطبعا دي حاجة ترجع لك انتي على حسب الخامة المتوفرة عندك. هجيب سبراي ابيض زي ده وهرش الكرتون وهيكون معايا بالشكل ده. ممكن تستبدلي السبراي الابيض ده بستيكر او قماش خيامية او فوم او حتى اي نوع قماش متوفر عندك. وعلشان اغطي الحواف بتاعة الكرتون هجيب شريط زي ده باللون الذهبي، ممكن تستبدليه برضو بالفوم. وتقديرا للمجهود ده ما تنسيش تعملي لايك وكومنت جميل زيك، ولو انت جاية بالصدفة ودخلت قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتي الجاية. بعد ما خلصت الخطوة دي هحتاج اني اكسر اللون الابيض ده، واكتر حاجة لقيتها مناسبة ليه هي الاستيكر الذهبي علشان الالوان تكون متناسقة. هقص مربع من الاستيكر ده، طول هيكون 6 سنتي وعرض 6 سنتي، وهتني المربع ده على شكل مثلث كده وهقصه نصين، هيبقى معايا مثلثين بالشكل ده. وهكرر الخطوة دي وهعمل 8 مثلثات بنفس الشكل. هجمع الـ8 مثلثات كلهم مع بعض كده وهبدأ اعمل فورمة او رسمة زي دي، وهقص الـ8 مثلثات كلهم مع بعض علشان يكون مقاس واحد. وبالظبط كده كلهم نفس الشكل ونفس المقاس. هجيب المثلثات دي وهلزقها في الزوايا كده، والشكل بقى تحفة كده. بس طبعا لسه ما كملش، هجيب قطعة تانية من الاستيكر ده وهرسم عليها رسمة بالشكل ده. وكل الرسومات دي هنزلها لكم في المنتدى. ولو هيكون صعب عليكي تنفيذ الرسمة دي ممكن تجيبي مربع وتلزقيه في النص، برضو هيديكي شكل معقول. وورقة الاستيكر اللي معايا دي هتنيها نصين كده وهقص الشكل ده. زي ما انتم شايفين طلع معايا شكل كامل كده، وهحتاج من الشكل ده 2 وهلزقهم في المكان اللي في النص ده. وبكده نكون خلصنا الحامل بتاعنا. هنبدأ نعمل فاصل الصفحات. هجيب قطعة من الكرتون زي دي كده وهغلفها بالستيكر الذهبي ده، هغلفها والزقها كويس وهقص الزيادة دي من اللزق وهعملها بالشكل المنحنى ده.
وهعمل فتحة في نهاية الفاصل كده. ولو عندك اي اكسسوار او اي دلاية ممكن تحطيها بالشكل ده، وممكن كمان تعملي دلاية من الفوم زي ما عملناها في الفيديوهات اللي فاتت. وكده خلصنا الفاصل بطريقة بسيطة وسهلة، وده شكل حامل المصحف اللي عملناه النهاردة. شكله تحفة جدا وفي الحقيقة اجمل بكتير. ودي كانت فكرة النهاردة، لو الفكرة عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، ولو اول مرة تدخلي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعلي الجرس علشان توصلك فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.